له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الحسن البصري: إن الله قد كتب الذلة والصغار على من خالف أمره، وإن بهرجت بهم المجالس وهملجت بهم البراذين فأبى الله إلا أن يذل من عصاه، مهما ركب من المراكب وملك من الأملاك فإنه يعيش في ضنك، والله يعيش في ضنك ما دام معرضا عن ذكر الله، عن القرآن والسنة والصلاة والصلاح والعبادة. نعم، فلا يغرنك أنه يأتي يضحك أو كذا إلى غير ذلك، لكنه من الداخل هو مدمر في ضنك لا يعلمه إلا الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الجزاء من جنس العمل، والضنك هو المعيشة الضيقة، المعيشة الضيقة ليس معناها أنه هو ضيق في المال، لا، ضيق في الصدر، ممكن يكون غني وثري لكنه يعيش في ضنك، عافانا الله وإياكم، وهذاك فقير لكنه يعيش في سعة لأنه مع القرآن والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا قيل الضنك عذاب القبر والعياذ بالله، يضيق عليه فان في قبره ويعذب ويحصر فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.